يستمر تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا في الصين لليوم السادس على التوالي بعد أن كانت السلطات قد أعلنت منذ أسابيع الانتصار على الوباء. تجدد الإصابات دفع السلطات إلى رفع مستوى التأهب لمواجهة الوباء إلى الدرجة الثانية، بالإضافة إلى زيادة القيود المفروضة على المسافرين من وإلى بكين، وألغت مطارات المدينة أكثر من 1200 رحلة جوية، كما أعيد إغلاق جميع المدارس. معنا عبر خدمة سكايب من ووهان الدكتور علي الوعري، أخصائي جراحة الصدر والباحث في التكنولوجيا البيولوجية. أهلا بك دكتور الوعري. هل ما تشهده الصين وبكين تحديدا هو فعلا الموجة الثانية التي يعني كان يجري الحديث عنها منذ بداية الموجة الأولى؟ من السابق لأوانه، سوري، من السابق لأوانه أن نجزم بأن ظهور هذه الموجة في بكين هي موجة ثانية من الانتشار، لأن الموجة الثانية في الانتشار يكون لها معطيات ومعايير في الانتشار، حيث ظهور موجة ثانية يجب أن، طبعا هي تقسم إلى سببين أو المعيارين. المعيار الأول بأن تسجل بكين إصابات أو الصين إصابات بعدد حالات صفر لمدة 14 يوم متتالية، وهذا حدث في بكين وليس في الصين بشكل عام. النقطة الثانية، هو صحيح أن بداية انتشار البؤرة هو بدأ الآن في سوق وانتقل إلى مناطق أخرى، منطقتين في أسواق في تابعة لهذا السوق، ولكن هذه البؤر ما زالت قليلة، ومن المبكر أن نجزم بأن هذه هي بداية موجة ثانية، ولكن جرس الخطر ينذر باحتمال ظهور هذه الموجة قبل ما كان يعني متفق على أنها إذن دكتور كبير أن واري، تظهر في إن كان من السابق لأوانه كما تقول الحديث عن موجة ثانية، ما دقة المعلومات التي تحدثت عن أن الإصابات الجديدة المسجلة يعني لها طبيعة الفيروس له ملامح أو سمات مختلفة عن التي كانت تلاحظ أو ترصد في يعني الفترة الأولى التي انتشر فيها الوباء؟ نعم، من المتابعة في حالات الإصابات والأعداد الكبيرة في الأيام الماضية تبين بأن هذا الفيروس سريع في الانتشار ويصيب بأعداد كبيرة مقارنة بالفيروس الذي كان قد انتشر من بؤر الدخان سابقا. وبعد التحليل تبين بأن سلالة هذا الفيروس لا تتبع سلالة فيروس دخان من كورونا المستجد، أي هو لكورونا المستجد ولكن يتبع السلالة الأوروبية. وما أكد على هذا الكلام هو وجود هذا الفيروس في سوق للحوم المستوردة في جنوب مدينة بكين، وتم رصده على طاولة أو خشبة تقطيع أسماك السلمون، أي ممكن أن كان هذا اللحوم قد كانت ملوثة. أنا لا أقصد أن السمك هو حامل لهذا الفيروس. هناك احتمالين أن يكون انتقال هذا الفيروس إلى هذا السوق، ممكن أن يكون عن طريق اللحوم المستوردة الملوثة أو عن طريق أشخاص أتوا من أوروبا ولم يتم التدقيق في فحصهم عند العودة وكانوا على صلة في هذا السوق ونقلوا هذا الفيروس إليه. شكرا جزيلا لك دكتور علي الوعري، أخصائي جراحة الصدر والبحث في التكنولوجيا البيولوجية.